السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معايا في سفر جديد كما عودتكم دائما. سفر اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم معايا عبر الطريق الرابطه بين مدينه اكادير وتارودان عبر سيدي موسى الحمري. ومسافه الطريق 81 كيلومتر، حوالي الساعه ونصف من السياقه في الظروف العاديه. الطريق من اكادير الى تارودان فيها ثلاثه ديال المسارات. كنت صورت لكم في فيديوهات سابقه مسارين، الاول من اكادير الى تارودان عبر ولايه تايمه، والثاني عبر طريق المطار، والثالث هو ديال اليوم. غادي نخلي لكم في وصف الفيديو رابط الفيديوهات السابقه. طريق اليوم مصلوحه مزيان، السياق عبرها مريحه، كتستمتع بالمناظر الطبيعيه على طول الطريق، ولكن وجب الحيطه والحذر اثناء السياقه لانك تعرف حركه سير كثيفه، وكذلك وجب الالتزام بعلامه التشوير لانها كلها رادارات. ونتمنى يعجبكم الفيديو، اللي كيشوف فيديو اول مره يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، خليو لي شي تعليق باش تزيد تشجعوني، نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربيه الحبيب. يلا تسافروا معايا.